السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها من أبنائنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الخطيب المفوه والصوت المميز الجميل المتألق، ربنا يحميهم ويبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويجعلهم زخر الإسلام وللمسلمين. تعالوا بنا نتعرف على أبنائنا في هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا عبد الرحمن شعبان الخطاري، نرحب به. أهلا وسهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا شيخ، ومنور يا عسل، ربنا يبارك فيك. أنت في سنة كام يا عبد الرحمن؟ أولى أصول دين ورايح تانية إن شاء الله. تانية إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، بسم الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني بأسلوبه الرقيق الرقراق، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا عبد الله أحمد الجندي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الله. أهلا بحضرتك سيدنا، ومنور يا عسل، ربنا يكرمك. رايح سنة كام إن شاء الله؟ إن شاء الله انتهينا من الدراسة الثانوية ومقبلين على المرحلة الجامعية، كلية دار العلوم جامعة القاهرة بإذن الله. أنت كنت ثانوي عام ولا ثانوي أزهر؟ لا، كنت ثانوي عام. ثانوي عام. نعم. وإن شاء الله دار العلوم. إن شاء الله. أحسنت، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما أنتم شايفين حضراتكم كده، وجوه يشع منها النور، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، كعادتي في كل حلقة بنتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنربي أبناءنا الصغار عليه، لأن التربية والتنشئة مسؤولية وسنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. هتقول لربك إيه لما يشدد عليك في السؤال ويقول لك ربيت عيالك على إيه؟ ربيتهم على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ولا ربيتهم على إيه؟ أنا معاك إن ممكن تعلم ابنك في أحسن المدارس وتدخله أحسن الجامعات، ولا بأس أن تعلمه اللغات، جميع اللغات لا بأس بها إن شاء الله، لكن مع كل ذلك ما علمتوش حاجة من القرآن ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قل لي بالله عليك تبقى كسبان ولا خسران؟ هتكسب الدنيا، طب والآخرة تعمل فيها إيه؟ ربك سبحانه وتعالى أعطاك الذرية بيختبرك، بيشوفك هتربيهم على إيه، وهتنشأهم التنشئة اللي هي أمانة في رقبتك وهتسأل عليها بين يدي الله، هتربيهم وتنشأهم على إيه؟ على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، على اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هيبقى نظامك إيه؟ واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى اخترت لكم هدياً نحدث به أبنائنا إن شاء الله وبناتنا، ونربي أنفسنا كمان على الأمر ده. أمر إيه؟ إن إحنا نبتعد عن الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نفهم أولادنا ما يظلموش حد أبدا أبدا مهما كان، لا زميل ولا قريب ولا غريب ولا جار ولا أيا كان، لأن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. أو الله كده تنام عينك، يعني الظالم يعني ينام، لكن عين الله لا تغفل ولا تنام عنه أبدا، وربك سبحانه وتعالى منتقم جبار. فهدي اليوم إن شاء الله بعنوان محاربة الإسلام للظلم والأمر برد المظالم للناس. علشان كده عايز أقول لحضرتك، لقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من موضع عن الظلم والظالمين. أذكر منها على سبيل المثال للحصر آية أو آيتين، وهذا رزقي ورزقكم في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، علشان تفهم عيالك وتسمع أولادك، وياريت نلتف حول الشاشة وقول لهم اسمعوا يا أولاد وربنا يبارك فيكم يا رب، ويجعل في الكلام الأثر والقبول إن شاء الله تعالى. الآية الأولى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وتعرفهم ان المعنى بسيط جدا جدا، وتسهل لهم المعلومة ازاي، يعني ليس لك يا كل ظالم على وجه الارض، ليس لك محام بارع يدافع عنك بين يدي الله، وليس لك شفيع يشفع فيك يوم القيامة بين يدي الله. ليه؟
لأنك ظالم، لأنك مفتري، لأنك طماع، لأنك مش راضي بالحلال، نظرت فيما في أيدي الناس، في أيدي غيرك، سواء كان أخوك أو قريبك أو أيا كان، وطمعان في اللي معاه أو بتتمنى زوال النعم عنه، ما هو ده ظلم وافتراء وطمع وجشع ومفيش فيه رضا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه يا حبيبي ليه؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من نصير، عارف يعني إيه؟ وتفهم ابنك كده تقول: ليس لك يا كل ظالم من ينصرك بين يدي الله. أمال إيه؟ إنما يخزلك الملك الإله يوم ما تقف بين إيديه وهتتسأل عليه على كل اللي عملته. يبقى ليس للظالم من ينصره، وليس للظالم محام يدافع عنه، وليس له شفيع يشفع فيه يوم القيامة بين يدي الله. والذي يعني اضطرني لأن ألجأ إلى هذا هو ما رأته عيناي وما سمعته أذناي، فلقد رأيت رب الكعبة مشهدا يخلع قلب كل موحد. ذات ليلة وبعد صلاة العشاء، لما أردت الخروج من المسجد، على باب المسجد استوقفتني امرأة شابة في يدها ولدها الصغير، ورأيتها تبكي، فقلت: ما الذي يبكيك؟ فزاد بكاؤها وعلى صوتها بالبكاء، فهدأت من روعها مرة أخرى وقلت: ما الذي يبكيك؟ فقالت: إحنا 3 أخوات بنات، ولنا أخ وحيد شقيق، منذ عام مات أبي، وقبله بعام ماتت أمي، فلما انطلقت إلى أخي أطلب منه حقي فيما تركه أبي وأمي، حقي في الميراث الشرعي. تقول: فما كان من الأخ الشقيق إلا أن قال: ما فيش مانع، هاتي أخواتك البنات وتعالينا جميعا الليلة المقبلة لنقسم ونوزع الحقوق والأموال. تقول: وفي الليلة المرتقبة انطلقنا، يعني هي وأخواتها البنات ومعهم الأبناء والبنات، والله وحتى الأزواج كمان، الكل فرح مسرور، هيرد إليه حقه، هياخد نصيبه فيما تركه الوالد والوالدة. تقول: فدخلنا وجلسنا مع الأخ الشقيق الوحيد، وإذا به قد قام ورحب بنا وأحضر جميع الأوراق وأمرنا بالتوقيع عليها للاستلام. تقول: فقمت مسرعة ووقعت أولا، وقامت أختي الثانية ثم الثالثة، وبعد التوقيع مباشرة كانت المفاجأة، تقول، التي هزت كياني وسقطت من أجلها على الأرض. ما المفاجأة؟ تقول: بعد التوقيع مباشرة نظر الأخ الشقيق في جميع الأوراق وقال: أنتم مضيتم على الأوراق؟ قلنا: نعم. قال: اتفضلوا من غير مطرود. في إيه؟ أنتم مضيتم على البيع وأنا اشتريت، ما حدش له عندي حاجة، اتفضلوا. تقول: فذهلت من هول ما سمعت، أهذا أخي والأخ الوحيد الأخ الشقيق وثلاث بنات يطمع في حقوق الضعيفات؟ كيف ذلك؟ أهذا أخي؟ ده ابن أمي وأبويا؟ مش معقول. تقول: ذهلت ووقعت على الأرض، ولما انتبهت وقفت ودعوت ربي من صميم قلبي. تقول: قلت: يا رب يا رب، خذ لي بحقي من أخي. تقول: والله وكأن أبواب السماء مفتحة، استجاب الله دعائي في الحال، فسقط الأخ الشقيق على الأرض يصرخ ويستغيث، وعلى صراخه المرتفع دخل بعض المارة أمام البيت على صراخه، دخلوا فوجدوه سقط على الأرض يصرخ ويتأوه، فحملوه إلى مستشفى جامعة المنصورة، وهناك قرر الأطباء أنه قد أصيب بشلل نصفي، تعطلت منه اليد والقدم، اليد التي أخذت الأوراق والحقوق ظلما أوقفها الملك الإله إلى جواره، وظل 10 أيام بالتمام وهو خاضع للعلاج لكن بغير شفاء، حتى كتب الأطباء تقريرا نهائيا مفاده أنه أصيب بشلل نصفي وأن حالته ميؤوس منها ولا يرجى له شفاء. تقول المسكينة:
كل ذلك على باب المسجد لما أردت الخروج بعد العشاء. تقول: أما وقد عاد إلى بيته مريضا طريح الفراش فلي عندك رجاء، لأنني سمعتك الليلة بين المغرب والعشاء تتحدث عن الرضا بمر القضاء، ولي رجاء أرجو أن تأتي معي إليه لتذكره بالله ليرد الحقوق والأموال، والله إن رد إلي وإلى أخوات الضعيفات لأدعون الله من صميم قلبي أن يشفيه الله. أصدقكم القول، انطلقت معها ومعي صحبة طيبة من الشباب الطاهر المبارك المتوضئ، وجلست عند رأسه لأنني أعرفه جيدا. رأت عيناي ورب الكعبة الرجل الذي كان ضخما عملاقا، رأته عيناي مريض طريح الفراش يصرخ: ما عادش فيه، ما عادش فيه. فاقتربت منه وذكرته بالله حتى ظرفت عيناه، وفجأة قال: ياخد كل شيء، ياخد كل حاجة، بس ارتاح، أنا تعبان، كفاية كده حرام. وبسرعة جيء بأخ اللي هو المحامي بموجب توكيل عام، وقع نيابة عن المريض بموجب التوكيل، والتوقيع المرة دي بقى اطلعنا عليه توقيع صحيح، ردت فيه الحقوق والأموال. ورب الكعبة وقفت المسكينة الضعيفة أمام أعيننا جميعا شاخصة بصرها إلى السماء، رافعة يديها، ودعت ربها بدعاء، لأول مرة أسمع دعاء بالشكل ده، دعت من صميم قلبها فقالت: يا رب اشف أخويا ابن أم وأبويا، يا رب ينقي جدتك من الأوجاع يا أخويا يا ابن أم وأبويا. شوف كلمات بسيطة لكن نابعة من القلب، رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. أقسم بالله في نفس اللحظة استجاب الله دعاءها، وكأنها أشبه بمعجزة. صحيح انتهت المعجزات بموت الأنبياء والرسل، لكن هذه أشبه بمعجزة في الحال، لما دعت ربها ومن صميم قلبها أن يشفيه الله. أقسم بالله إذا بالمريض الذي تعطلت منه اليد والقدم قد قام ووقف على قدميه بقدرة الله، فقلت: الله، دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فالتفتت إلي وقالت: أقول إيه يا عم الشيخ، أقول إيه عشان ربنا يشفيه، إيده لسه برضو شوية. قلت لها: قول اللي أنت عايزة تقوليه، دعائك مقبول مستجاب، بس ما تنسنيش من الدعاء. فزادت وقالت: يشفيك يا أخويا يا ابن أم وأبويا، يا رب اشف أخويا ابن أم وأبويا. وما فيش غير الكلمة دي، أقسم بالله حتى اليد التي تعطلت فجأة مد يديه واحتضن أخته وبكى وبكت وبكى الجميع. ومن يومها أقسمت بالله إذا التقيت بأحبابي أن أذكرهم بهذا المشهد الذي يخلع قلب كل موحد. ولم لا؟ إن الله تبارك وتعالى منتقم جبار، اللي ما بيجيش طواعية ربنا بيجيبه كرها. أو الله، فإنقذ نفسك، إلحق نفسك، رد الحقوق لأهلها، رد الحقوق لأصحابها. أصل اسمع، هترد يعني هترد، إن ما لحقتش نفسك في الدنيا في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم: لتردن الحقوق إلى أموالها، لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. عارف ازاي؟ كمل الحديث حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرمة. هوضح لك الحديث ده إن شاء الله، وارجع لك تاني في الكلام بعد ما ناخد النموذج الأول في هذه الحلقة، ابننا عبد الرحمن شعبان. عبد الرحمن شعبان إيه؟ الخطاري. الخطاري، نعم. منين يا عبد الرحمن؟ من محافظة قنا يا مولانا. قنا عسب النار يا رب. آمين يا رب. الله. آمين يا رب. أحب شعب قنا وأحب الناس جميعا. بارك الله فيك، أضاء وجهك وقر عينك. وأنت راجل محترم. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. آمين يا رب العالمين. هتسمعنا تلاوة إن شاء الله بصوتك النادي الجميل. إن شاء الله. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا عبد الرحمن ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك زخر للإسلام وللمسلمين اللهم أمين ما شاء الله. تعالوا بنا نسمع ابننا عبد الله أحمد الجندي محضر لنا إيه النهار إن شاء الله؟ إن شاء الله عظمة الله تعالى. عظمة الله تعالى. نعم. ما شاء الله أحسنت الاختيار. تفضل يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى خلق آدم فاجتباه ثم تاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وآتى موسى تسع آيات فما ادكر فرعون ومرعوى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه أغر عليه بالنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد أحبتي في الله عظمة الله تعالى لماذا الحديث عن عظمة الله؟ لأنه أجمل كلام وأجمع كلام وأحلى كلام لماذا الحديث عن عظمة الله؟ لأن القرآن كله ما نزل إلا لأجل هذه العظمة عظمته سبحانه وتعالى في أمره ونهيه في تصريفه وفي تدبيره في خلقه عظمته سبحانه وتعالى في كل شيء في كونه لماذا الحديث في لماذا الحديث عن عظمة الله؟ لأن عظمة الله قد ضعفت في قلوب كثيرا من البشر ففرطوا في جنب الله وطغوا واعتدوا على محارم الله وبغوا فضعفت في قلوبهم هيبة الله وتناسوا سطوة الله وما قدروا قوة الله وبطش الله فها نحن نتكلم عنه اليوم والحياء يملأ وجوهنا والخجل يعم قلوبنا فمن نحن حتى نمدحه أو نمجده أو نثني عليه لكن نقدم العذر بين يديه أننا سنتكلم عن ذرة في عظمته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أهل العظمة والكبرياء الله تفرد بالبقاء وأبدع كل شيء كما يشاء وجل عن الشركاء سبحانه سبحت له السماء وأملاكها والنجوم وأفلاكها سبحانه سبحت له الأرض وسكانها ساداتها وعبيدها سبحانه سبحت له الحيتان في البحار
سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان، سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان، سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها غائب وعيان، سبحان من رزقه للعالمين به عليه ضمان. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أجل من ذكر وأعظم من مدح. روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد عندنا في التوراة يوم القيامة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. انظر إلى عظمة الله. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك الحبيب حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى عظمته علت فوق كل عظمة. انظر إلى عظمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي البداية والنهاية. لا إله إلا الله لها في الأنفس هيبة وجلال. لا إله إلا الله هي حديث العمر. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات في كفة والسماوات والأرض في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال موسى: ربي علمني دعاء أدعوك به وأناجيك. قال له يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال له يا موسى: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر لحد آخر من عينه جيبة. ثم يقول الله عز وجل له: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر اللي انت عملته؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: إن لك عندنا بطاقة وإنه لظلم عليك اليوم. فيقول: يا رب، وماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قل له 99 سجل، هتعمل بطاقة قصد 99 سجل؟ فقال له ربه جل وعلا: احضر وزنك وإنه لظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة، 99 سجل في كفة، ولا إله إلا الله بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات ولم يثقل مع اسم الله شيء. انظر إلى عظمة الله. الله الصمد، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله صمد، ترتفع إليه أكف الضارعين. تسأله الرزق إذا أبطأ حلوله، وتسأله الغيث إذا تأخر نزوله. الله صمد، يرفع إليه الفقير يداه، فيكتب غناه بقلم القدر، ويغنيه ربه جل وعلا عن كل البشر. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخيرا، عظمة الله جل وعلا في استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك الناس عن خالقهم ومولاهم فقل لهم إنه قريب مجيب. يا من يجيب المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى والضر مع السقم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان فضلك لا يرجوه ذو عفو ذو صرف، فمن يجود على العاصين بالكرم. عباد الله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يكنى أبا المعلق، صحابي من صحابة رسول الله، كان تاجرا
خرج فطلع عليه لص وقال له: مالك ودمك؟ فقال له: خذ المال واتركني. قال له: أما المال فلي، وأما أنا فلا أريد إلا دمك. فقال له: إذن دعني أصلي 4 ركعات. فقال له: صلي ما بدا لك. فصلى الرجل 4 ركعات، وهو في ركعته الأخيرة دعا بدعاء اهتزت السماء له وضجت السماء له. قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبعلمك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تقيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا بفارس جاء إلى هذا اللص فقتله. فقال له الصحابي: من أنت؟ لقد أغاثني الله بك. فقال له: أنا ملك من السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فقلت: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبعلمك الذي لا يضام. فسمعت لأهل السماء قعقعة، ثم قلت: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت الله أن يولني قتل هذا اللص. مناج السائلين، مناج السائلين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك زخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، أعود إلى حضراتكم فأقول: هدي اليوم حتى نربي الأبناء عليه عن الظلم وعاقبة كل من ظلم. عاقبة الظلم وخيمة قوي، وإن ربك سبحانه وتعالى منتقم جبار وهيخلص منه في الدنيا قبل الآخرة. أمال هيعمل إيه في الآخرة؟ لا حاجة تانية خالص. اسمع، لأن الحقوق هتترد، يعني هتترد، فما لحقتش نفسك في الدنيا وردتها هتعمل إيه مسكين في الآخرة؟ اسمع الحديث. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تعرف يعني إيه؟ حتى البهائم أعزكم الله وأحبكم الله وأكرمكم يقتص منها؟ يوم القيامة قصاص؟ حتى البهائم أعزكم الله؟ أيوة. أو ما قرأت قول الملك جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت؟ الكل يوم الحشر، الكل هيمتثل واقفا في صمت رهيب بين يدي الله. للقصاص، حتى إن الظالم والمظلوم يقف بين يدي الله، تلاقي ربك بيقول سبحانه وتعالى: أيها الظالم لا تتكلم، ويا أيها المظلوم تقدم، قول مظلمتك. هتعمل إيه يا ظالم؟ هتجيب منين؟ قصاص، قصاص. طب ما تنقص نفسك، إلحق نفسك، السكينة سرقاك بالتعبير البلدي. يعني أنت غفلان، أنت مش شايف قدامك، انت مش عارف انت بتعمل ايه. طب ما هي دي مصيبة كبيرة تانية. لا، عد الى الله سريعا ورد الحقوق، هتجد حلاوتها في قلبك، هتلاقيك عايش مرتاح، هتلاقيك لو بيك مرض ربنا هياخد بايدك ويعافيك، هتحس بسعادة وانشراح في الصدر ما حستهاش قبل كده. بس رد الحقوق، رد وعيش بالحلال. انت عارف الحلال بينزل في بطنك دواء وشفاء، لكن الحرام بينزل بلاء ووباء. انقص نفسك. انا بقول لك اهو، هات ايدك وسيبك من اللي انت فيه، عيش بالحلال وارضى باللي قسمه الاله، هتعيش مرتاح وهتعيش سعيد والله كده، وهيبارك لك ربنا في صحتك وعيالك وكل اللي يبقى لك. بس نظف نفسك، خلص نفسك، اصل هترد، يعني هترد. ثم اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث عن جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. مظلمة واحدة تأتي يوم القيامة ظلمات. والله كده ربك، وما ربك بظلام للعبيد. اتقوا الظلم يعني ابتعدوا عنه، إياك والظلم، لأنه يأتي يوم القيامة ظلمات، مش هتقدر ولا تتحمل أبدا العذاب.
واتقوا الشح، دي بقية الحديث، واتقوا الشح. ليه؟ وإيه هو الشح؟ الشح يعني البخل، ما تبقاش بخيل، خليك كريم. وقدوتك النبي الأمين، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك فخيرهما الذي أنفقته على أهلك. هتبخل كمان حتى على عيالك؟ إزاي؟ شوف طلبات عيالك، شوف طلبات بيتك، وعلى قدر استطاعتك، وما تبخلش، لأن البخل ده شح. عمل إيه الشح ده؟ عمل إيه في من كان قبلكم؟ عمل مصايب كبيرة جدا. كمل الحديث وانت تعرف، اسمع كده، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. واحد، حملهم على أن سفكوا دماءهم. اثنين، واستحلوا محارمهم. بسبب البخل، بسبب الشح، استحلوا المحارم. ما هو كده البخيل عنده استعداد يفرط في عرضه، يفرط في كل شيء من أجل إيه؟ أصله بخيل، عاوز يكوش على الدنيا كلها. طب وفي الآخر هتجمع وهتسد كله، هتمشي وهتتسأل فيه لما تتنفخ. والله أنا بكلمكم بأسلوب بلدي، علشان هو ده اللي هيوصل المعلومة بأمر الله تبارك وتعالى. فبقول لحضرتك، الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألا يجعلنا من البخلاء أبدا أبدا أبدا، وأن يجعلنا وقدوتنا النبي الأمين من الكرماء. اكرموا الناس واكرم أهلك واكرم عيالك، ولا تبخل أبدا، وربنا هيكرمك ويحفظك ويبارك لك في صحتك وذريتك وكل كل شيء. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نسمع الصوت النادي الجميل، ربنا يبارك فيه يا رب. تقول لنا ابتهال يا عبد الرحمن ولا خطبة؟ والله اللي انت شايفه يا شيخ، انت صوتك حلو قوي، ربنا يبارك فيك. ناخد الابتهال؟ ناخد الابتهال ان شاء الله. ابتهال، اتفضل. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي فينا سألت شفاعة، ناداك ربك لم تكن لسواك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك. الأنبياء وكل خلق في الورى، والرسل والأملاك تحت لواك. عسل يا عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرفع قدرك، ما شاء الله ما شاء الله. طيب عبد الله أحمد، عبد الله أحمد الجندي. نعم. ماشي. موضوع تاني كده حضرته إن شاء الله، بعنوان شموع الأمة. شموع الأمة، شموع الأمة. فضل يا عسل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين المحتسبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، إن الحديث عن شموع الأمة، وأقصد بشموع الأمة الدعاة والعلماء. نعم عباد الله، إن الدعاة والعلماء هم شموع الأمة التي تحترق لتنير للناس طريق الحق والهدى، فهم قلب الأمة النابض، وهم فكرها الحر، وهم وعيها المستنير،
وهم شمس ضحاها وهم بدر دجاها وهم أطباء القلوب وهم قادة الناس إلى سفينة النجاة. عباد الله، إن الدعاة والعلماء هم خير البشر على أرض هذه. قال ربك جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الشيخ ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله حق خشيته العلماء، فهذه خصوصية اختص الله عز وجل بها العلماء. ولقد قارن ربك جل وعلا اسمه بأسمائهم، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال ربك جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشيخ ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا خليفة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله فيما دعا ودعا الناس إلى ما أجاب. فأنت تحتاج إلى الداعية أو العالم في كل لحظة من لحظات حياتك. أنت ربما تحتاج إلى الطعام إذا جعت فقط، وربما تحتاج إلى الشراب إذا عطشت فقط، وربما تحتاج إلى الطبيب إذا مرضت فقط. أما الداعية أو العالم فأنت تحتاج له في كل لحظة. كيف تعرف هذا الطعام حلال أو حرام؟ كيف تعرف أن هذا الشراب حلال أم حرام؟ كيف تعرف أن هذا العلاج حلال أم حرام؟ لأنك إن لم تسأل الدعاة والعلماء ستلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت محمل بالأوزار ما الله به عليم. الناس من جهة الأصل أكفاء، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. أحسنت، ربنا يبارك فيك ويحفظك. بسم الله ما شاء الله يا عبد الله. طيب ابننا عبد الرحمن شعبان، نعم، عايزين موضوع من غير مقدمة. تمام، فضل. بإذن الله سنتحدث عن حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحب آل بيته رضوان الله عليهم من كمال الإيمان. وأولاً، حب الله جل وعلا يكون في أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن نتبع ما أمر به الله سبحانه وتعالى. وأن نعم يا شيخ، أمين يا رب. إن شاء الله أعدك المرة الجاية إن شاء الله. تمام. تبدأ بالموضوع ده بإذن الله إن شاء الله تعالى. شهداء الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.